إذا ننتقل إلى المواكب ومنها نطالع زيادة 30% في أسعار الأدوية المصنعة محليا. كشف المجلس القومي للأدوية والسموم عن زيادة في أسعار الأدوية المصنعة محليا بنسبة بين 20% إلى 30%، وعز الزيادة إلى محاولة المجلس لتوفير الدواء. ونفت الأمين العام للمجلس الدكتور مناهي عبد الحليم في تصريح لبجن يوز أمس الاثنين ما أشاع عن زيادة في أسعار الدواء بنسبة 100%، وكشفت أن شركات الأدوية أدت عدم رضا من نسبة الزيادة التي أقرها المجلس، ونوهت إلى أن عملية تفاوض تمت مع غرفة الأدوية حيث طالبت الغرفة بالاستئناف مطالبة بزيادة الأسعار عما أقره المجلس. هذه الزيادة في الأسعار أستاذ عبد الرحمن، هل ستسهم في الحد من الأزمة في توفر الأدوية الآن في البلاد؟ واحدة من الإشكالات التي أدت إلى ندرة الأدوية وعدم توفرها أن الحكومة عجزت، ويبدو أن عجزها سيظل قائما، بتوفير الدولار المدعوم لشركات الموردة ولشركات المنتجة للدواء محليا. هذه واحدة. المشكلة الثانية كذلك التي أدت إلى ندرة الأدوية وعدم توفرها أن الجهات المسؤولة لم تستطع أن تصل إلى تسعيرة وتعرف للدواء متعارف عليها ومتفق عليها، بحيث يكون المنتجون المحليين وكذلك المستوردون راضون عن هذه التسعيرة. واضح تماما من حديث الأمين العام لمجلس الصيدلة والسموم أن هذه السعيرة التي وضعها المجلس غير مرضي عنها من المنتجين المحليين، ومن ثم في حالة المراوحة هذه لن تمكن من توفير الدواء. تعلمين الآن الدولار اقترب من حاجز 145 إلى 150 جنيها، وتعلمين أن وزير الصحة السابق دكتور أكرم علي التوم كان قد طالب وزارة المالية لكي يستقر سعر الدواء المستورد والمنتج محليا أن تدعم وزارة الصحة ومجلس الصيدلة والإدارة الطبية بنحو 55 مليون دولار. عجزت المالية وقالت أنه ليس بسعر ذلك، وطالما أن الدولة عاجزة عن توفير الدولار ليس بسعها أن تسيطر على التسعيرة، وليس بسعها كذلك أن تعمل على توفير الدواء. تحدثت عن في حديثك عجزة المالية والدولة الآن تعجز عن توفير الدواء أو توفير الدولار، يعني ما يبدو الآن في قطاع الأدوية ألا يحتاج في رأيك إلى وقفة سريعة من الدولة أستاذ عبد الرحمن؟ ثم كيف يمكن للدولة أن تبعد سلعة الأدوية هذه من الصراعات والنزاعات التي تحدث؟ يا أختي الدولة تعجز عن توفير الدولار المدعوم، وفي ذات الوقت تريد أن تسعر الدواء الذي يستورده هؤلاء والذي ينتجه هؤلاء بدولار غير مدعوم، بدولار من سوق الموازي وإن شئت تسميه من السوق الأسود. أنت تعلمين أن الدواء المنتج محليا هذا كله يعتمد على مدخلات صناعية تستورد من الخارج، وهذه يتم استيرادها بدولار غير مدعوم، ومن ثم حالة المراوحة هذه التي دخلت فيها الدولة هي تريد أن تدخل على الاقتصاد الحر، وفي نيتها وعاقد عزمها على تحرير الدواء، وفي ذات الوقت تريد أن تفرض تسعيرة على المنتجين المحليين. هذا التباس في الفهم، وهذا سوء في الإدارة، وهذا نقص في تطبيق السياسات. هيئة الإمدادات الطبية كيف يمكن توسيع مهامها حتى لا تتكرر أزمة الأدوية الحالية؟ نحن نعرف تماماً والكل يعرف أنها طالت، حتى الأدوية المنقذة للحياة. الإمداد الطبية دورها واضح، وهي تعلم دورها، وهي ماضية في تأدية واجباتها على وجه أكمل، لكن مشكلتها الأساسية نعود ونقول أن الدولة لم توفر لها دولاراً مدعوماً كي تستورد هذه الأدوية وتغطي حاجة الناس من الدواء للأمراض المزمنة وغير المزمنة.